السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي خواتاتي، فيديو جديد وخبر جديد. ما تنسوش لي عافاكم اللايك للفيديو والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. دنيا بوتازو تفاجئ نجاة عتابو بعدما أعلنت عن خطوبة ابنتها سامية. الكل والتفاصيل فخليكم معايا. فبعد ما شاركت الفنانة الشعبية نجاة عتابو فرحتها مع جمهورها بخطوبة ابنتها الكبرى سامية ديكوك من زوجها الأول مغني الشعبي حسن ديكوك، وذلك من خلال صورة نشرتها نجاة عتابو على صفحتها الإنستغرامية ليدي العروس والعريس، حيث حرصت على عدم الكشف عن ملامح خطيب ابنتها وكتبت تعليقا عبرت فيه عن سعادتها لابنتها الكبرى مشاركة الخبر مع كل محبيها عبر صفحتها الرسمية على الانستغرام. وتعالت التبريكات لابنة نجاة عتابو فور نشر والدتها لصورة خطوبتها، حيث علق عدد مهم من متتبعيها ومن بينهم نجوم الساحة الفنية بعبارات من الفرح والتهاني، حيث كتبت الفنانة الممثلة دنيا بوتازو تعليقا جاء فيه: مليون مبروك حبيبتي، ربي يحفظها لك. لترد عليها نجاة عتابو قائلة: الله يبارك فيك الغالية. تجدر الإشارة إلى أن الفنانة نجاة عتابو لها ابن وابنة من زوجها الأول حسن ديكوك، وتعتبر سامية اليد اليمنى لوالدتها نجاة عتابو، كما أنها تحضر معها جميع الحفلات والمناسبات التي تحييها عتابو. وبين الفينة والأخرى تنشر كل من نجاة عتابو وسامية صورا وفيديوهات تجمعهما معا، تظهر من خلالهما مدى الانسجام والتفاهم الحاصل بينهما.